الإنسان يحب لنفسه أن يكون بين قومه عزيزا، ولا يرضى لنفسه الذل. والعزة شعور بالمنعة والاقتدار. وإذا فتحنا القرآن الكريم وجدنا أن القرآن يقول أن العزة لله جميعا، فلا عز إلا عز الله. وفي آية أخرى فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فمن يستند ويركن إلى الله تناله عزة من عزة الله، ولا عزة إلا عزة الله. حديث الليلة عن بعض الروايات التي تعدد ما يحقق العزة في نفس المؤمن وفي نفس المؤمنة، أمور عديدة. المورد الأول أو الرواية الأولى تتكلم عن طاعة الله فإنها طريق العزة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى يقول كل يوم: أنا ربكم العزيز، فمن أراد عز الدارين فليطع العزيز. إذا أطاعه استند له ركن إليه أعزه الله في الدنيا وأعزه في الآخرة. في الدنيا حتى الذي يكرهه لا يملك إلا أن يمدحه، ولا يملك إلا أن يتصاغر أمامه، وفي الآخرة الملائكة تزفه إلى الجنة وتخدمه. فهو عزيز في الدنيا وعزيز في الآخرة. وعن مولانا الصادق عليه السلام: من أراد عزا بلا عشيرة، لأن في ثقافة العرب الاعتزاز بالانتماء للقبيلة، فمن أراد عزة وهو وحيد بلا قبيلة بلا عشيرة، من أراد عزا بلا عشيرة وغنى بلا مال وهيبة بلا سلطان، فهذا زين العابدين يفرج له ليستلم الحجر، وذاك الأمير يطوف ولا يفرج له. لما؟ الهيبة هنا وليست هناك، هيبة بلا سلطان. قال: وهيبة بلا سلطان فلينتقل من ذل معصية الله إلى عز طاعته. فترى من يتقيد بالدين يعيش في نفس العزة، ما أحد يقوى على كسره، لا التهديد لا الوعيد، كل ذلك لا ينال من ثباته. كان السحرة يقسمون بعزة فرعون، قالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ثم صاروا أول من آمن بالله وعرفوا العزة أين، فلما جاءهم تهديد فرعون لم يبالي، ما بالوا، اقض ما أنت قاض. الآن يشعرون بالعزة، لا يمكن أن يكسرهم فرعون. وفي الرواية: أوحى الله تعالى إلى داود، يا داود، إلى أن يقول: إني وضعت العزة في طاعتي، وهم يطلبونه في خدمة السلطان فلا يجدونه. بالعكس ينالهم ذل ما بعده ذل. طالع التاريخ، يعني في التاريخ الضابط اللي يهينك هناك يهان. ما في عز إلا بالانتماء إلى الله تبارك وتعالى، غير الله مذلة. وهناك ما في الجيش ما في ليش، ما لك كلمة، لو يقول لك تأكل الحشرة تأكل. ما في عزة إلا بالانتماء إلى الله تبارك وتعالى. هذا المورد الأول. المورد الثاني في الروايات هو أن تيأس مما في أيدي الناس. إذا أنا أشعر أنك يمكن تعطيني شيء، لا شعوريا تفضل حج فلان أبو فلان، وأذر روحي إليك لأني أطمع بشيء في يدك. اللي آيس مما في أيدي الناس ما يخضع لأحد ولا يهمه رضا أحد، رضا الله مقدم ولا يهمه أحد، يائس مما في أيديهم. الرواية عن مولانا الصادق: لا يزال العز قلقا، يعني يبحث عن مكان استقرار العز، حتى يأتي دارا
قد استشعر أهلها اليأس مما في أيدي الناس فيوطنها. يسكن العز في الدار اللي أهلها يأسوا مما في أيدي الناس فيعيش معهم فيصبحوا أعزاء. وفي الرواية أن لقمان قال لابنه وهو يعظه: إن أردت أن تجمع عز الدنيا فاقطع طمعك مما في أيدي الناس، فإنما بلغ الأنبياء والصديقون ما بلغوا بقطع طمعهم. يوم ما عندهم طمع صار الآخر يحترمه. لهذا الإنسان يبي يشتري الآخر بالمال، اعطي من شئت تكون أميرة تستأمره، يعني إذا تحسن لواحد تملكه تستعبد قلوب. إذا واحد يقول لك أنا ما أطمع في شيء ويتعزز ويعيش العزة ما أحد يقدر يكسره. هذا المورد الثاني، هناك موارد أخرى نتركها إلى لقاء آخر. أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.